رواد المجتمع بتكريم رواد ليبيا بتكريم المعلمين والمعلمات، وقد ازدادت بحضورهم اليوم في حفلها السنوي. السيدات والسادة الكرام، نترك الكلمة الآن للمدير التنفيذي لمؤسسة الرواد السيد رمضان صالح خالد، فليتفضل لإلقاء كلمة الافتتاح. امتناني بكل السادة الحضور، فحضوركم معنا شرف كبير لنا، لكم منا جزيل الشكر والاحترام. كما نتقدم الشكر والعرفان لكل من تعاون معنا وقدم دعمه لنا من أجل نجاح مؤسستنا، ونخص بالذكر مراقبة تعليم تاجورا، مكتب النشاط بتاجورا، مكتب التفتيش التربوي بتاجورا، إدارة التفتيش التربوي طرابلس، رجال الأعمال والجهات الداعمة، كل فرق مؤسسة الرواد التعليم والتوعية من أعضاء متعاونين، وكل من تعاون معنا وسهل عملنا في كل المؤسسات التعليمية. في بعض الصعوبات التي تمر بها المؤسسة من شح الدعم المالي، ونحب الجميع وخاصة رجال الأعمال والشركات الخاصة والعامة ببذل والعطاء من أجل إنجاح هذه المشاريع الهادفة للمساهمة في توفير بيئة تعليمية مناسبة لطلابنا الأعزاء. رصيدهم اللغوي وتنمية معارفهم، حيث وصل عدد مشاركين هذا الموسم إلى 600 مشارك في مختلف مدن ليبيا الحبيبة. وأنتم تحملون رسالة الأمة إلى أبنائها. نترككم الآن مع عرض باسم عرض غزة، تقدمه فتيات من مدرسة يحيى السويدي، وطالبات أيضا من فلسطين. هناك سهرتان تشاركان في هذا العرض من فلسطين وقد عاشوا في ليبيا. كحالة المذنبة فور إذا شئت الدمار منزلي، فور إذا شئت الدمار منزلي، فمشاهد الإجرام تبدو مرعبة، فور بقايا الزوايا لهونا، فور مراجيح إلي محببة، وانظر لعين البائسين بحينا، هل يا تراها لا تزال مصببة، فور ينابيع الدماء لعلها تشري وتسري في العروق والدماء. حصلوا على أفضل المراتب، وذلك استنادا إلى 35 معيارا. يقدم لكم مدة عن هذه المسابقة قبل التكريم وسد المتفوقين من المدارس، السيد محمود الحباشي مدير مشروع مدرستنا خير وعضو مجلس الإدارة، فليتفضل. مسابقة مدرستنا خير هي فكرة من مؤسسة الرواد، لدينا لها في ورشة عمل، كنا نفكر في ما هو المشروع الذي يمكن أن نقدمه للتعليم كمساعدة لوزارة التعليم ومرافقة التعليم والجهات الرسمية بحيث نساعدهم في أداء مهامهم. فلدينا هذه المسابقة التي هي عبارة عن تصنيف شامل لجميع المدارس من معايير مختلفة، حوالي 35 معيار، يعني تتدرج من مستوى وأداء المعلمين إلى التدريب الذي حصلوا عليه إلى النشاطات التي تنظمها المدرسة والتي تشارك فيها على مستوى مراقبة التعليم أو البلدية، إلى مرافق المدرسة نفسها من فصول ومعامل دراسية ومكتبة ومسرح، إلى المرافق الأخرى من دورات مياه وملاعب، إلى النظافة يعني الاهتمام بحديقة المدرسة. الحقيقة معايير عديدة وتمس جميع جوانب العملية التعليمية. My name is مختار المحمودي. A member of the board of directors of the رواد organization and the manager of the training project.
when you set out to create the Rawad, what were your main objectives? Our main objective, we've noticed that the general education is needs a concentration, and we have tools of this. We have a lot of friends that they are have experience in this field, so we decided to enroll in this field, and thanks God we made a change, a good change. We started in Tajoura for the first years through three projects. Project is best school. We took the international standards for the best school, made a joint with the Tajoura Observer Management. We did teamwork to evaluate those standards and to change them to be good for the Libyan environment. Then we give them values. We spread this to the Tajoura schools, all Tajoura schools through the observation management. And we made a joint team to audit those schools. Then the data, we analyze the data, and we bonus the first. For the first year, we bonus the best three schools. Then we expanded after we had some support, expanded to 10 best schools. Some of the important things you look for in a school when you give out these prizes? The standards is general. Anything in the school. Teachers, libraries, fields of the sports fields, everything. Everything in the school, they have standards. And then we audit, we check out which each school has the best standards, and we bonus them three schools for the first time, then 10 best schools in أقيمت على مستوى تجراء، وبإذن الله في السنوات القادمة نتمنى لها وأن تتسع لتضم كامل طرابلس، والأمل يحدون في أن تضم كامل ربوع وطننا الحبيب. المرتبة التاسعة حلت مدرسة تجراء المركزية. مدرسة تجراء المركزية تحصلت على 75.2% تقدير جيد جدا، ألف مبروك للمدرسة ونسيت للمدرسة. في المرتبة السابعة حلت معنا مدرسة قدمت عرضا في هذا اليوم، مدرسة الواحة نالت المركز السابع. وهذا كان له أثر على المدرسة وحتى على معلمينها. تقريبا هي أكثر مدرسة تحصل منها معلمون على تقدير ممتاز من مكتب التفتيش التربوي بعدد 28 معلم تحصل على تقدير ممتاز. My name is Faisal Abu Twerat. I am a member of the Rawad. Every year we have a competition between schools. We work in the region of Tajoura because that's the start of this committee, started in Tajoura in 2015. We had the first edition was in 2015, and then we continued. This is our sixth edition. We quit for 2 years because of Corona. We have criteria, 35 criteria, and we have a team, judge team. They visit the schools. They judge them according to these 35 criteria, and accordingly we pick 10. The first 10, and we honor them in a festival like this, like today. This, I think, what we notice that the schools, they have improved over the years. There is a very
good competition now between the schools because everybody wants to be the first. Also, last year we introduced another project, which is the honoring of the teachers who are not only in Tajoura but also in Great Tripoli. Now, for like today, we are going to honor 85 teachers in all teams, Arabic language, mathematics, and history, everything. And I think this will improve. We believe that we will improve because we do not we are not judging the teachers. We cannot do that because we this is done by the government through its what we call it's a special department for judging the teachers. We think we can influence this judging committee existing in the government by doing this honoring because they will feel their responsibility now, because the first teacher will be if he is not is not first as he should be, then they will be blamed. Yes, because people will say, oh, who is this? He's not the best. So they will feel this responsibility and they will improve their judgment.